أخبار اليوم. كابتن محمد بسيني بنرحب بحضرتك في أخبار اليوم وبطولة أخبار اليوم لكأس العالم للبليارد. أهلا بيك. حضرتك كنا عايزين نعرف انطباعك مبدئيا عن تنظيم البطولة وعن أهم الماتشات اللي حضرتك لعبتها. والله البطولة الحمد لله ناجحة جدا، وده مش جديد عن الاتحاد المصري للبلياردو. احنا تقريبا البلد الوحيدة اللي بتنظم بطولتين في خلال السنة، بطولتين عالم، واحدة في الغردقة وواحدة في الأقصر. والحمد لله انا كان ليا شرف ان دي ثالث مره اخش فيها كاس العالم، وبصراحه التنظيم جيد جدا جدا جدا، وكل حاجه تقريبا على ما يرام. كابتن محمد حضرتك بتلعب بقالك كام سنه؟ بقالي حوالي 25 سنه. 25 سنه. ربنا يوفقك دايما. كنا عايزين نعرف ايه النصايح اللي تقدمها للجيل الجديد اللي طالع. والله انا طبعا يعني نقطه كويسه جدا للاتحاد المصري ان هو وفر للناشئين جو او مناخ مناسب للتمرين، وجاب مدرب من بره راجل كفء جدا من احسن مدربين في العالم، والثمرة ابتدت تبان في البطولة دي فعلا من اللعيبة الناشئين. وبرضو كان بفضل الاتحاد ان هم دخلهم يلعبوا في بطولة العالم، لان النشئ ده هو المهم، هو المستقبل، هو المستقبل بتاع مصر. فدي حاجة كويسة جدا جدا جدا. والحلو كمان اللي فيهم اللي لاحظته ان هم بيحبوا بعض، يعني تلاقي فيه لعيب منهم بيلعب والكل رايح يشجعه، مش ما عندهمش حته الغيره ان هو لا ده عايز دوت يكسب، مش عايز ده، عايز ده يخسر عشان انا ابقى احسن، لا ما عندهمش الحته دي خالص خالص خالص. حضرتك شايف 148 لاعب على مستوى العالم. في فرنسيين والمان من كل الجنسيات. بالظبط. مين الاصعب؟ يعني مين الاصعب في اللقاءات؟ بص، البارزين جدا من خلال السنوات الأخيرة دي الكوريين والأتراك لا يعني هو طبعا في كاتيجوري بتاع ناس اوروبيين كتير، ناس بس هي افراد، انما التيم مثلا بتاع كوريا حاجه جميله جدا، طريقه لعبهم تقريبا واحده وبيحققوا نتائج. في تكنيك مختلف ما بين كل لاعب والتاني؟ طبعا حسب. بص، هو الميزه في البلاد المتقدمه دي ان الناشئ دايما هو اللي بيبقى زي ما بتبقى عجينه صغيره بيشكلها زي ما هو عاوز المدرب بتاعه. حضرتك ليك ماتشات بكره لسه؟ انا لعبت مع زميل مصري والحمد لله توفقت وكسبته، ولعبت مع لاعب الماني، والماتش الحمد لله كان في الصاله الكبيره، وكان ماتش جامد فعلا، لان هو كان انا كنت متقدم عليه وبعدين هو حصلني. النتيجه كانت 27 ليا 25، بعدين هو نزل جاب 4 بوند فبقى 29، اصبح الموقف ملتهب جدا، والحمد لله ربنا وفقني وجبت 3 بوند وحسمت الماتش يعني الحمد لله. بكره ان شاء الله عندي واحد بلجيكي وبعديه واحد نمساوي. بالتوفيق، ونتمنى لك كل التوفيق في البطوله. اشكرك حبيب قلبي، متشكر، الف شكر، متشكر قوي، ميرسي.